السلام عليكم، تتمنى تكونوا مزيان. هذه مدة صراحة ما درناش شي فيديو وما خدمناش، ولكن ما خلاناش راس لافوكا ياك دوك راس لافوكا قالنا والله لا قريتو شي حرف هذا العام. الحمد لله بعدا من غايت سالات شي نهار الحد ياك الحد بعدا ماشي السبت، حنا الحد هاد سالات فوالا. دونك راس لافوكا ما خلانا فين نخدمو، ولكن بالصفه لينا نخدمو، ما بقى لنا والو. الامتحان المحلي الواحد خصو يبروفيتي شويه من هاد الشهر اللي بقالو باش يخدمو ان شاء الله. غادي ان شاء الله نحاول انا كل نهار ندير لكم فيديو باش انا نخدمو الامتحان المحلي ديال الثالثه اعدادي، وان شاء الله باش تجيبو نقط زوينين. داكوغ تري بيان. اليوم غادي نشوفو واحد الامتحان محلي نخدموه ياك، ونجاوبو على الاسئله ديالو. غادي يبقى البروديكسيون اكريت، غادي نشرح لكم لو سوجي ياك، وغادي تصيفطوه ليا في لي كومونتير في اليوتيوب. سي بون، تصيفطوه ليا لي صاحبو يصيفطو ليا، وانا من بعد غدا ان شاء الله، غدا ان شاء الله في العشيه هكا لما نكون جمعت يكونوا صيفطو ليا لي بروديكسيون ديالكم، ناخذ جوج ولا ثلاثه منهم ونصححهم لكم، نصححهم في واحد لا فيديو ان شاء الله. سي بون، ونبقاو نخدمو هكا فوق ما نخدمو شي بروديكسيون اكري. نعطيكم شي موضوع تخدموه ليا، صيفطوه لي في لي كومونتير، انا نختار واحد جوج ثلاثه هكا بحال هكا ونصحوهم مجموعين هكا باش نكونوا شويه عمليين في الخدمه ديالنا، وباش نحسوا براسنا تنخدموا، ماشي غير تنكونوا غير سلبيين تشوفوا الفيديو صافي وتدوزوا. لا، تخدموا نتوما، نصح لكم هكا باش نحسوا براسنا فريمون بلي حنا راحنا خدامين وبلي حنا توجدوا الامتحان. فوالا، هذا امتحان. دونك هلا لا تقدر تشوفوا فيها، سي بون. فوالا باينه غير من دونك اون فوا تحط لك الامتحان بحال هكا خصك ديجا غير من الشوفه تعرف شنو هي لا ليتر اللي عندك. اما غتكون عندك اون ليتر ادمينستراتيف، ولا تكون عندك اون ليتر اميكال ولا بيرسونيل. تري بيان، دونك لو تيكست هو هذا، نخلي لكم فرصه انكم تقراوه على خاطركم. داكوغ، تري بيان. ومن بعد غادي ندوزو الاسئله، سي بون، باش ما نضيعوش الوقت ديالنا. تري بيان. Alors, lecture. Lisez le texte de base, recopie et complète le tableau suivant. Donc, prends le texte, on va te commander le tableau. Donc, il a deux tableaux. Il y a un texte, l'émetteur, le récepteur, etc. Chaque site tableau, ce qu'on a fait, on va dire, je fais une note. C'est bon. Ou dire une nia. Et là, mettre tout une nia. Raconte ma radicale. C'est bon. Voilà. الوغ قالك أول حاجة قالنا شكون هو ليميتور. الوغ ليميتور، من تحت لك ليميتور عرف شكون لي ريميتور. إما هو لو ديستيناتور، داكوغ، تنقولو إما لو ديستيناتور ولا ليميتور. سي بون، لو ديستيناتور ولا ليميتور. ليميتور هو لي صيفط الرسالة، سي بون. تري بيان. أو لو ريسيبتور هو لو ديستيناتار. إما تنسلقاو ريسيبتور ولا تلقاو ديستيناتير، سي بون. ومي تنقولو بمعنى انه اللي توصل بالرساله. و لو جونغ دو لا لتر، يعني شنو هو النوع ديال هاد لا لتر. حنا عندنا جوج، عندنا ادمينستراتيف وعندنا اميكال، سي بون. فوالا، دونك ليميتور شكون هو؟ دونك ليميتور هو اللي صيفط الرساله ياك. تري بيان. الوغ ليميتور سي كي ليميتور، يعني اللي صيفط الرساله شكون هو؟ دونك هو هذا، تيكون ديما لتحت. دونك هنايا سي البير كام. دونك ألبير كامي هذا واحد الكاتب فرنسي من أصل جزائري، داكوغ. ألبير كامي، فوالا، حنا متيهمناش يكون كاتب ولا ميكونش، المهم دائما ليميتور تيكون لتحت، سميتو لتحت. لو ريسيبتور، لو ريسيبتور هو لي تيكون هنا الفوق. دونك هنايا شير مسيو جيرمان، هنا مغاديش شير مسيو جيرمان، إلا درتي شير مسيو جيرمان خطأ. داكوغ، هنا غادي دير مسيو جيرمان، صافي. علاش؟ علاش قلتلكم خطأ؟ لحقاش إلا نتايا درتي شير مسيو جيرمان مبقيتيش مستخرجتيناش لي غوسيبتوغ، شنو خرجتينا؟ خرجتينا لا فورميل دابيل، صافي؟ دونك الواحد يرد البال. تري بيان. لو جونغ دو لا لتر، دونك حنايا غادي غير من الشوفة غادي نقولو بلي سي تون لتر، فوالا، أميكال، داكوغ، سي تون لتر بيرسونيل ولا تنقولها اميكال، داكوغ، ولا انتيم. دونك كاين اما بيرسونيل ولا اميكال ولا تنقولو انتيم.
سي بون، هادو كلهم أجوبة صحيحة ممكن ديروها، بيرسونيل أميكال انتيم، هادو نفس يعني نفس الحاجة اللي هي اون ليتر بيرسونيل. سي بون تري بيان. ركوبي لا بون ريبونس. ابر قالك هنا تيقولك ركوبي، دونك دائما بقى تقراو السؤال، قراو السؤال مزيان. دابا مثلا هذا الامتحان هذا ما قالوا ما غاديش نجاوبوا في الورقة، ما غاديش نجاوبوا في الورقة، دائما خصنا نقراو لو تيكست، نقراو احنا شي مرات هذا غنجاوبوا في الورقة. الورقة يعطيونا هما، مرات يعطيونا الورقة نجاوبوا فيها مباشرة، مرات يعطيونا الورقة وحنا نكتبوا في ورقة أخرى. الوغ مين تلقى غوكوبي بمعنى انك تكتب في ورقة أخرى، يعني خصك تنقل الجدول كامل وعاد تجاوب. مثلا هنا غوكوبي لا بون ريبونس، يعني غتنقل غير الجواب الصحيح. داكوغ، غوكوبي. Albert Camus invite son maître. Albert Camus remercie son maître. يعني شنو هو الجواب الصحيح في هاد لا لتر؟ واش Albert Camus invite تيعرض على لو ماître ديالو، الاستاذ ديالو تيعرض عليه، ولا تيشكرو لو غوميرسي؟ داكوغ. دونك هنايا ما بيناش باسكو سي اون لتر بيرسونيل، واش invite ولا غوميرسيومون، خصنا نقراو لو تيكست. داكوغ، خصنا نقراو لو تيكست باش نعرفو، حقاش ما عندناش هنايا لا لتر ادمينستراتيف. لا لتر ادمينستراتيف تتكون باينه. تري بيان. الوغ هنايا كاين اون سول فراز تتبينلنا بلي هنا سي اون لتر دو غوميرسيومون. دونك هنايا فوزافي ايتي توجور بو موا بور فوز اسيور كو فوتر ترافاي اي لو كورا لو كور جينيو كو فو ميتيي سون توجور فيفون شي ان دو فو بوتي ايكوليي كي مالغري لاج نا با سيسي داتر فوتر ركونيسون اليف. هاد الجملة الأخرى، إن نا با سيسي داتر فوتر ركونيسون اليف، شنو هي ركونيسون اليف؟ ركونيسون هي شي واحد اللي تيعترف بالجميل، اللي تيشكرك. ركونيسون، جو سوي ركونيسون، بمعنى أنني تنعترف بالجميل ديالك، وما راني ما نسيتش الخير اللي درتي فيا. هادي هي المعنى ديال ركونيسون، جو سوي ركونيسون. سي بون، دونك هنايا باينه غير من لا لتر بلي لا جواب صحيح هو البير كامي غوميرسي سون متر، تيشكرنا لو متر ديالو، غوميرسي سون متر. دونك غناخدو هاد الجمله ونكتبوها. ريبوندي با فري او فو اي جيستيفي فوتر ريبونس ا بارتير دو تيكست. شوف هنايا ملي تيقول ريبوندي با فري او فو، نتايا دائما هادي دابا علاش حنا تنخدمو هاد النماذج الامتحانات، باش نوريكم حتى الطريقه الاجابه كيديرو تجاوبو. سي بون تري بيان. مي تيقول لك مثلا هنا ريبون با فري او فو، بغيتي تحط بزاف هاد الامتحان، هاد النوع ديال الاسئله، انت غادي دير ا، غادي رقم 3 ا، تكتب حداها اما فري ولا فو، بي فري ولا فو، صافي هاك خصك تجاوب. ما غاديرش انت الجمله كامله وعاد تكتب فيها فري او فو، لا، غادير السؤال رقم السؤال ا، وغادي دير واش فري ولا فو، وبي فري ولا فو. Gag justifie votre réponse à partir du texte. شوف هنايا الا لاحظتوا معايا مزيان، عاطينك هنايا 0.5 في 4. هنا راك بزاف بكم تيدعوا لهم النقط في هذه القضيه هذه. مين تيقول لك 0.5 في 4، بمعنى ان عندك هنايا 4 ديال الاسئله، وماشي غير جوج، بمعنى ان كل حاجه عليها 4، كل حاجه عليها نص نقطه. فين راه تقول لي شي واحد فين هاد النص نقطة؟ أستاذ راه قالوا لنا غير فغي وفو. ولكن تيقول جيستيفي فوتر ريبونس، مين تيقول جيست، أنت مين غادي دير فغي، هاي نص نقطة، مثلا اعتبروها صحيح، درتي فغي في أ، هاي نص نقطة. ولكن إلا ما عطيتيش التعليل للجواب ديالك، إلا ما جيستيفي ما عللتيش الجواب ديالك من لو تيكست، يعني جبتي واحد الجملة من لو تيكست باش تعلل الجواب ديالك، هاي مشات لك نص نقطة. سي بون، عاوتاني لا ميم شوز في بي، إلا درتي فو هيا نص نقطة، وليني إلا ما عللتيش الجواب ديالك من لو تيكست، هيا مشات لك نص نقطة، مشات لك نص نقطة ديال التعليل، ديال الجوستيفيكاسيون، خصك جوستيفي. سي بون، بقا تردوا البال لهاد القضية هادي، حقاش تضيعوا لكم النقط بزاف، واحد تيجي تيدير فغي فو تيدوز. لا، قال لك هنايا، أو مومون أو إلا غوسو لو بخي نوبل، ألبير كامي أ دابور بونسي أ سون متر. أو مومون أو إلا غوسو لو بخي نوبل، البير كامي ا دابور بونسي، يعني هو هاد البير كامي كاتب و عطاوه جائزة نوبل، ولكن اون فوا عطاوه من شد ديك جائزة نوبل، قال لك هو اول حاجة فكر فيها هي فكر في لو ماتر ديالو. دونك واش صحيح ولا خطأ؟ هادشي باش نعرفوه، ترجعو لو تيكست تنقراه. الوغ شو قالوا لنا هنا؟ اون فيان دو مو فيغ ان بيان ترو كرون اونور
que je n'ai recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. A été pour vous. D'accord? Très bien. Donc, au moment où il a reçu le prix Nobel, Albert Camus a d'abord pensé à son maître. Donc, هنا القضية شوية فيها شوية ديال قشور ديال البنان، قشور ديال البنان بمعنى تيبغيو يزلقوكم هنايا شوية، تيبغيو يقلبوكم شي شوية. دونك ألبير كامي أ دابور بونسي أ سون متر، قالك أول حاجة فكر فيها فكر في لو متر ديالو، وصحيح ولا لا؟ دونك فو، قالك ما بخومييغ بونسي أبخي ما مير، هاد أبخي ما مير هي اللي هي التعديل الجواب. دونك هنايا الى جينا نجاوبو فهاد ا، دونك هاد ا غادي نديرو فو هاكا، هانتوما غديرو فو، و الى بغينا نعللو الجواب ديالنا غادي نديرو هاكا، دونك فو، و غادي نديرو هاكا و نقولو ابخي ما مير، ولا ما بخوميييغ بونسي ابخي ما مير، ما بخوميييغ ناخدو الجملة كاملة، ما بخوميييغ بونسي après ma mère, c'était pauvre, c'était pauvre. Donc là, cette jumla a dit, ma première pensée après ma mère, c'était pauvre. Voilà, jumla qui est là, a été pauvre. Donc c'était a été pauvre. En fait, c'était pauvre. Il a dit a été pauvre. Moi, je me suis dit quoi qu'il m'aille. Donc là, je non, faux. Et ni d'abord. هو شو قالك ألبير كامي دابور بونسي أ سون ميتر، دونك الخطأ هنا خطأ، فو، إلا بونسي أ سا مير من بعد عاد فكر في لو ميتر ديالو، سي بون، دونك هنايا فو، صاي، تخي بيان، ألبير كامي إيتي أن أنفون غيش، يعني ألبير كامي كان غيش، كان لاباس عليه، داكوغ، دونك هنايا، دونك شوفو. Sans vous, c'est le texte. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais. Aïe, au petit enfant pauvre que j'étais. Donc enfant pauvre. Et ni qu'un pauvre, mais qu'un riche. Donc c'est un aïe, adin dirochno, adin jiu. Yak. Adin jiu, aoutian inaïa, ou adin diro. Alors, adin diro b. بحال هكا غادي تجاوب بي فو عاوتاني بحال هكا سي بون او بوتي انفون هايا او بوتي انفون بوفر كو جيت دونك نتوما خصكم شتي خصكم تجاوبو ملي تيقولو جيستيفي لو تيك جيستيفي تا ريبونس دائما ملي تيقولو جيستيفي كو جيتي تيقولو جيستيفي تا ريبونس غاتجيستيفي من لو تيكست داكوغ من لو تيكست هادي هي طريقة الإجابة على هاد النوع ديال الأسئلة داكوغ طيب بيان حنا تنعرفو بلي ماشي نفس الإمتحان غيتحطو ماشي نفس الأسئلة غيتحطو ولكن المهم بزاف هو أنك تشوف الأسئلة كيفاش تيطرحو وكيفاش تنجاوبو عليهم هادي أهم حاجة طيب بيان ألبير كامو أ غاني لو بخي نوبل مي أتيل أوبليي بوغ أوتون سون ميتر جيستيفي فوتر ريبونس أ بارتير دو تيكست قالك ألبير كامو أ غاني لو بخي نوبل Mais a-t-il oublié pour autant son maître Quelqu'un a dit, j'ai des soucis, un petit carrer. Et ni t'aoudna. Quelqu'un a dit, Camus, chid la jaisat noble. Ou quelqu'un a dit, c'est le maître d'yel. Justifie votre réponse à partir du texte. Donc, naya, a-t-il oublié Mintikon andek le soucis, l'inversion du sujet Haka A-t-il oublié A-t-il fait A-t-il kda Hada Mintikon tarikat jawab haraka Hennetan jawabou, imma boui ou labno. Ça fait A-t-il oublié pour autant son maître C'est une question. Adgoul, non. Afjawabwa, non. Parce que. Mangoul, gare parce que. Andre, non. Andre, juge, non, kad. Ça fait. Ou arjamb le texte. Gare, justifie votre réponse à partir du texte. Et n'y ramche le texte, on biyuno. Jubwa, jumle, c'est biyuno, bli anahu mansèche le maître d'yel. قال له هنايا سون
فوتر اونس هادو الجمل كل بزاف الجمل هاتي باش نبرر. قال له سون فو سون سيت ما افكتيوز كو فو افي توندو او بيتي فو كو جيتي سون فوتر انسينيومون يعني كنت اي فوتر اكزومبل يعني نتايا عطيت كون بلا بيك نتايا المعنى هنايا بلا بيك نتا ماكش نوصل هادشي كامل. غيان دو تو سولا نو سوغي اريفي غيان دو تو سولا نو سوغي اريفي حتى حاجه من هادشي ما يكون وقع. داكور دونك انا ناخذ الجمله غير من هنايا sans votre enseignement et votre exemple rien de tout cela ne serait arrivé صافي. دونك هادي مثلا الجمله نقدر ناخذوها ونكتبوها من هنايا داكور sans votre enseignement donc sans votre enseignement sans cela ne serait arrivé. هاد الجمله كامله نهزها ونكتبها صافي نهزها ونكتبها من هنا. دونك هادي واه هادي كاملة غادي نهزها مثلا ندير لها كوبي مثلا انا هنايا داكوغ وغادي نجي نكتبوها هنايا نون وهاكا هنا كولي هاي فوتر انسينيومون دونك هنا عندنا واحد الصون خصنا نزيدوها صون فوتر sans votre enseignement et votre exemple rien de tout cela ne serait voilà اول حاجه حنا درنا نو جاوبنا بنو داكور تري بي. citez deux grandes qualités qui font selon vous un bon professeur. شوف هنا يا عاوتاني هذا داك الصفر فاصله 5 في جوج بمعنى قال لك citez deux grandes qualités الا عطيتي غير وحده راه الجواب ديالك خطا خصك تعطي جوج باش كل وحده تحسب عليها نقطه. قال لك هنا يا سيدي عطينا جوج ديال لي كاليتي اللي تيخليو من انا نمشي استاذ يعني يكون استاذ مزيان داكوغ جوج سولون فو مي تيقول لك سولون فو يعني بالنسبه ليك نتايا يعني غتعطينا شي حاجه اللي عندها علاقه بك نتا داكوغ تري بي. قال لك هنايا citez deux grandes qualités qui font selon vous un bon professeur selon vous هاد ميتيو selon vous خصك تعطي الجواب ديالك انت خصك تعطي الراي ديالك انت شنو هما جوج المزايا او جوج المميزات اللي تيخليهم شي استاذ يكون استاذ زوين مثلا داكور دونك جوج ديال لي كاليتي ما ميتي نقولو جوج الكاليتي يعني انت تعرف لي كاليتي وكاين لي ديفو يا انت تعطي لي كاليتي مثلا شنو غادي نديرو مثلا حنا نقولو جونتي داكور ها هي كاليتي الاولى صافي انت سير على قد 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 المجهود ديالك خذي الكلمات اللي ساهلين جونتي اي جينيرو مثلا جينيرو كريم مثلا جينيرو هادو صحيح ها ما عطيت جوج ديال لي كاليتي انا gentil, généreux, quel raidena compréhensif, quel raidena sociable, quel raidena qu'on a كل واحد على حسب الفوكابولير اللي عندك. انا عطيت gentil و généreux هادو جوج لي كالي très bien c'est bon donc voilà donc دائما الاسئله الكومبريونسيون تيكون عندهم علاقه بلو تيكست ولاني حنا خصنا نشوفو كي نديرو نجاوب دائما اعطي الجواب مباشره ما تحاولش انك دير جمله الا درتي جمله غادي دير فيها الاخطاء اللهم اعطي دائما اعطي الجواب مباشره. Longue communication. Relevez dans le texte, donc production écrite. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical des sentiments. Le champ lexical des sentiments. D'accord. Le champ lexical des sentiments. Juste kalimat les sentiments. D'accord. Très bien. حنا نقراو لو تيكست ونشوفو. On vient de me faire un bien grand honneur que je n'ai pas cherché ce même mois que j'ai appris à nommer ma première pensée après ma mère a été sans vous, sans cette main affectueuse. Donc, ahi, quel est le mot affectueuse? Affectueuse, yani la main affectueuse. Affectueuse, yani le hanouna. Taïba. Affectueuse. Ahi, quel est le mot? Affectueuse. Que vous avez tendu au petit enfant que j'étais. Sans votre arrivée, je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et toujours pour moi, et pour vous assurer que vous allez voir votre travail
جينيرو هاي عاوتاني جينيرو داكور هاي عندنا افكتيو عندنا جينيرو وعندنا هاد ريكونيسون ها دونك هادو جوج ديال الكلمات تيبينو لنا على لي سون قالك هو غوليف دون لو تك دومو مي تيقول دومو خليك تخرج دومو الا خرجتي وحده تاخذ عليها نص نقطه خرجتي جوج تاخذ نقطه ديال كامله دونك عندنا هنايا افكتيوز ياك وعندنا جينيغ داكور ولا دير غوكونيس تري بيان ا روبيري لو برونو بيرسونيل كو كامو امبلوا دون سات ليتر بور سادريسي ا سون ميتر هادي مهم هاد السؤال وغيتحط لكم تا معايا تحت بزاف داك روبيري لو برونو بيرسونيل يعني شنو هو لو برونو بيرسونيل اللي كامو يستعملو ملي تيهضر مع لو ميتر ديالو داكور شنو هو لو برونو بيرسونيل ملي تنقولو لو برونو بيرسونيل اما يكون جو ولا تو اما يكون تي ولا فو تي ولا فو نشوفو نرجعو لو تيكست نشوفو ها فوالا سيتي ا ايتي بور فو ها فو فو فوتر فو دونك كاين بزاف فو 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 دونك هنايا لو برونون بيرسونيل اللي استعمل هو فو نجيو نكتبو لو برونون بيرسونيل فو قالك جيستيفي لومبلوا دو سو برونون بيرسونيل علاش استعمل هاد لو فورون برونون بيرسونيل فو علاش ما قالوش تي دونك هنايا غنقولو باغ ريسبي باغ ريسبي احتراما با احتراما باغ ريسبي دونك فو ومن دي ا غادي ديرو فو او حنا نحيدوها كاع من هنايا سي بون باش مابقاش مصدع انا هيا هنا فو وغادي نجيو هنايا وغادي نديرو باغ ريسبي شتي كنجاوبو نعطيو جواب مباشرة تخي بيان Complète cette phrase en utilisant convenablement ce lexique de la correspondance. هادو واحد الكلمات عندهم علاقة بالرسالة. La correspondance. La correspondance يعني التراسل. صافي؟ قال لك غتكملنا هاد الجملة بهاد الكلمات. داكور؟ أمي، ميساج، نوفيل أني، فو، إيميتور. دونك، à l'occasion de là, elle adresse 1, 2, à 100. Hein؟ دونك شنو نقول؟ À l'occasion de la nouvelle, on va dire maintenant nouvelle année, mais bon là ça va être la même j'ai dit, elle a adressé un, non, elle a adressé un fois un message, dialash de vœux, de vœux, un message de vœux à qui, à 100 à son ami. Hein? À son ami. D'accord? Très bien. Donc, un petit mot. Kul haja liha, 4 noctes. C'est bon? Très bien. Réécrivez ce qui est souligné dans le texte de base en remplaçant vous par tu. Donc, réécrivez. Mais tu dis que réécrivez, il n'y a pas de ktib. شتي هاد 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 الاسئله هاد هاد الامتحانات اللي تنخدمو شحال زوينين باش نفهمو حنايا شنو مطلوب منا كاين شي اسئله اللي ما نفهموهمش وما كاينش شي واحد اللي غيشرحهم لك نهار الامتحان قالك غي كريفي بمعنى عاود كتب لنا الجمله اللي في لو تيكست اون رومبلاسو يعني نعوضو فو باغ تو يعني نمشيو لو تيكست ونشوفو الجمله اللي عطاونا الجمله هي هادي قالك سون فوتر انسينيومون سون فوتر enseignement haya sans votre enseignement alors galouna aoudouna ya kiya hadik sans votre haya badia men hna sans vous sans cette main affectueuse que vous attendez pendant au faux cogiter sans votre enseignement donc badia men had sans hadi badia men had sans ya hadi badia men had sans حتى الانسينيوم دونك نعاودو نكتبوها حنا ما نكتبوهاش باش نربحو شويه هاد الوقت حنا غادي نعاودو قال لك هنا عاودو لنا فو بتو دونك سون فو شنو غتقول له باش نعاودوها بتو ما تقولوش سون تو لا سون فو غتولي لنا سون توا هيا تو تولي توا سون توا سون سيت مان افكتيوز كو فوز افي توندو ما نقولو فوز افي توندو نو فو غتولي تو تو يا افي هذا لو فيرب افوار avoir il y a j'ai tu as alors sans que vous que bangouche que vous avez que tu as aïe que tu as tendu
au petit enfant que j'étais, sans votre enseignement, Ratulina, sans ton enseignement. D'accord? Votre, Ratulina, ton. Ou Mitsikuna, vous, Moraha, un verbe, Ratulina, tu. Ou bien sûr, il a ou la tu, c'est le verbe être. Donc vous avez ou la tna, tu. C'est bon? Très bien. En vous référant au texte, complétez le tableau suivant. Donc, il y a le complétez le tableau suivant, ça fait. Donc, on a complété le tableau suivant. Complète le tableau suivant. Hada, on a la situation, communication, situation énoncée. C'est un peu et avec le jumla, l'énoncé, le jumla, les skills. Oui, gourk maintenant, شكون اللي هضر هنايا كي بار سون انتونسيون يعني شنو هي النيه ديالو هنايا سون انتونسيون يعني درس من الدروس اللي قرينا في لا كومونيكاسيون و لو مويان ايتيليزين الكلمه اللي استعمل باش يعبرنا على هاد لانتونسيون هادي. Je vous remercie du fond du cœur cher professeur. Je vous remercie du fond du cœur cher prof. Alors كي بار هنايا مثلا قال لك donc on fait le texte yani en référant aux deux textes nous on goulou hnaya Albert Camus هو اللي هضر ياك قاش قال le texte son intention alors قالو je vous remercie du fond du cœur alors شنو النيه ديالو alors هنايا هي remercier كون كانت عندنا invitation نقولو inviter كون كانت عندنا demander l'autorisation نقولو demander l'autorisation d'accord هادي remercier ou le moyen utilisé. شنو هي الكلمة اللي هما يوتيليزي يعني الكلمة اللي استعمل باش يشكرو هي هادي جو فو رومارسي دو فون فوالا دو فون دو كور سي بون alors رومارسي مثل لانتونسيون هي رومارسي داكور تري بيان حنا مازال نخدمو امثلة اخرى ديال هاد ديال هاد لو طابلو هذا غنخدموهم ان شاء الله. Très bien. Alors, on a d'abord la protection écrite. Je vous la protection écrite. D'accord. Vous êtes à la place de Monsieur Germain. Et il y a la place au 7 d'Albert Camus. Il y a la place de Monsieur Germain. Le maître d'Albert Camus. Et il y a d'abord la place au 7 d'Albert Camus. L'ismito, Monsieur Germain. Imaginez qu'après avoir lu cette lettre de votre élève, il n'y a pas de la lettre de votre élève, vous décidez de lui répondre afin de le remercier pour ses sincères sentiments envers vous. Vous décidez de lui répondre et قررتي انك تجاوبو وتشكرو على les sentiments اللي عبر لك عليهم. Rédigez convenablement votre lettre de remerciement. Donc d'ailleurs غادي تكتب له une lettre de remerciement. ولكن هنايا كاين مشكل. انت قريتي بلي ان la lettre de remerciement هي اون لتر ادمينستراتيف يعني ملي تنقولوا لتر ادمينستراتيف يعني واحد تيصيفط لواحد المسؤول تيصيفط لواحد المسؤول لا لتر دو ريميرسيومون الوغ هنايا عندنا واحد الاستاذ غيصيفط رساله يشكر فيها التلميذ ديالو دونك واش هذه رساله اداريه واش غادي نكتبوا هنايا اون لتر دو ريميرسيومون ولا غادي نكتبوا اون لتر اميكال. دونك انا ما غنجاوبلكمش على هاد القضيه هادي نخليكم نتوما انكم تكتبوا لي لا لتر دو ريميرسيومون اللي خاص الاستاذ هاد مسيو جيرمان يكتب لالبير كامي ويشكرو على المشاعر اللي عبر له عليها سي بون. دونك انا تنسين لي برودكسيون اكري ديالكم صيفطوهم ليا كتبوهم غير في الكومونتير وانا غادي ناخد واحد جوج ثلاثه ونصحهم ان شاء الله. وما تنساوش انكم ديروا الاسماء ديالكم والسميه ديالك والمدينه ديالك يعني السميه ديالك والمدينه ديالك سي بون تري بيان. دونك تبارك الله عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد.